مستمرين معاكم في هذه الأمسية وتدشين هذا اليوم الخاص باتحاد فن الغناء الشعبي والذي يشارك فيه فنانين اثنين مصطفى الهلالية ومحمد شنبات اللذين كانا معنا قبل قليل من هنا من داخل الدار. الوصلة الغنائية القادمة هي للفنان محمد شنبات. أمنياتنا لكم بمتابعة طيبة. أن نكون جميعا حضورا لهذه الأمسية السبت القادم بمشيئة الله عقد الجلاد. الإخوة الحضور معنا في المساحة القادمة ذلك الفنان الشاب عضو اتحاد الغناء الشعبي الفنان الرائع المتميز بأدائه وصوته الطروب وفرقته المتميزة أيضا. نشكرهم ونحييهم ونرحب بهم وهو الفنان الرائع الفنان الكبير الفنان محمد شنبات. شكرا. الو 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 تشيكسا الو سا الو سو بس الو الو زمانيك والهوى عواني احكمي فينا هذا واني وهواك كيف اطيق سلوانك. زمانيك والهواني احكمي فينا هذا واني وهواك كيف اطيق يا حبيبي يا حماد
وهوان كيف اطيق سلواني سواني كل هواني احكم بنهار زواني وهوان كيف اطيق سلواني في صبيحي ومسائي نازلات دموع سحالي وانا يهول تجافو المنام عيوني الدلال والغرام عيوني يهول تجافو المنام عيوني الدلال والغرام عيوني الله تلي عياك زي مراج فولي وقتليها عقلي والزكاة يفوني الدلال والغرام عيوني شوقي وسمامي
اكسبوني
القضا وشرفت القضا يا الحاكم من مكوار بدا الليل البني القعدة هبت تدرش وقالت قضوا يا بابا قول النعيم جراد المتابع يا أجسام لجسمين محلى واحدة وكيف إذ السماد جسمين شي عجيب في غرامك يا فريق يا أسمين أجسام لجسمين محلى واحدة وكيف إذ السماد جسمين شي عجيب في غرامك يا فريق على
الظلال والدين الأولى مالي صالح في الظلال والدين الأولى مالي صالح في الظلال والدين الأولى مالي صالح في الظلال والدين يا ليله يا ليله ليله يا ليله يا ليله يا ليله ليله يا ليله يا ليله يا ليله ليله يا
سيد بيت نكمل زينو حقر للرجال
شكرا الفنان محمد شمبات، شكرا من قبله يا مصطفى الهلالية. هذه الليلة التي جاءت من دار فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، والتي حملت ملامح عدد من أغنيات الحقيبة التي استمتعنا بها جميعا، هذه الأمسية التي حضرها الفنان المعروف عوض الكريم عبد الله والأمين البنا، والتي جاءت تحمل ملامح أم درمانية خالصة في هذه الأمسية الشتوية. تمنياتنا لكم دوما بمتابعة شيقة لما نقدم من برامج الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، تلاقي جديد وفريق عمل جديد من ليالي الحقيبة. شكرا لحسن المشاهدة والمتابعة، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.